طيب ارجع تاني للزمالك، هل بن شرقي في حاله عدم التجديد ورحيله هيؤثر بكل تاكيد على نادي الزمالك، وشايف يعني ضروره التعاقد معاه باي طريقه خلال الفتره القادمه للزمالك ولا لا؟ بص، انا افضل دايما ان اللاعب يكون ليه الرغبه في ان هو يجدد لفرقته، اذا كان عايز يجدد، اذا كان في عروض تانية الفرق بينها بسيط. فانا شايف انك انت لما تيجي تقول بن شرقي هيروح يعني دول الخليج او كلام من ده، اذا كان الفارق هيبقى كبير جدا اوكي روح، بس مش هتاخد، ممكن ما تاخدش شهره شويه. يعني برضو الدوري المصري له بريق، بريقه وجماهيره. ساسي ما شفناهوش حتى في مع منتخب، ما شفناش ولا مع المنتخب ولا مع، ما انا بقول لك. فانا عايز اقول ايه، اللاعب يعرف تماما انا ما رضيتش احترف في لبنان، مش علشان لبنان بتاع ده كوره فيها بتاع، لا هناك مش مهتمين بالكوره شويه، فاكيد كنت هروح ماديا هتستفاد لكن فنيا بالظبط. ساعه لما جالي لبنان يعني دوله عربيه يعني ساعتها، لكن لما يجي لي النهارده حاجه جامده واطلع اوروبا اوكي، او حاجه قليله واطلع اوروبا اوكي، زي جلاتا سراي مثلا كمحطه بالظبط، زي صلاح مع بازل المحطه، وكل واحد هتطلع تعمل كده. لكن انت مشكله بن شرقي، علشان اجي النهارده انا بقول عشان ارفع السعر مع ظروف صعبه، مع مستوى اقتصادي صعب جدا على مستوى العالم مش على مستوى مصر، انت فاهم؟ نيجي النهارده اخد لعيب ادفع فيه مثلا ان هو ياخد ثلاث اضعاف اي لعيب موجود من اللعيبه المميزين اللي عندك، هتبقى العمله صعبه. هو محترف وده من حقه، بس انا بفضل ان اختيار اللعيبه، وانت عندك النهارده يعني ما شاء الله النهارده في المكان ده بقى عندك مجموعه لعيبه مميزين، يعني سيسي النهارده لعيب هايل، مجرد ان هو يخش فورمة المباريات الفتره اللي جايه هتلاقيه موجود. عندك شاكابالا لما يرجع، وعندك مصطفى فتحي موجود يعني، وعندك زيزو، لا عندك تغييرات كويسه تقدر تستغلها الفتره اللي جايه تشتغل عليها. بس انا بقول ايه، لو بن شرقي محتاج ان هو يعمل الديل بما يتناسب مع الظروف اللي احنا فيها، يبقى طبعا ده يبقى الف شكر ليه. تمام. عوده رزاق سيسي بعد الاصابه وعودته من الاتحاد السكندري اضافه كبيره ايضا لهجوم نادي الزمالك. شيكابالا النهارده كانت اخر مباراه في ايقافه، عندنا فتره ايقاف في كاس الامم حيث خلالها كاس الرابطه، افضل اعداد لشيكا قبل عوده الدوري من جديد، اضافات بكل تاكيد لنادي الزمالك. اكيد لو في، انا سمعت ان في بطوله هيسافروا فيها وديه انها مع فرق اللي هي في الامارات، اللي هي في الامارات. يعني لحد دلوقتي مش عارفين اذا كانت هتتم ولا لا، لكن هتبقى الافضل ان اللعيبه تلعب مباريات كتير الفتره اللي جايه علشان تقدر تدخل مجموعه اللعيبه. كاس الرابطه في مصر هيبقى برضه ضغط، يعني انت عندك النهارده هيبقى عندك اللعيبه كلها اللي موجوده اوريدي المستوى الفني بتاعها بعيد علشان ما بيشاركوش كتير. طيب انت هيجي لك فتره شهر اهو دلوقتي كاس امم افريقيه هتلعب هناك، فانت عندك شهر العب ماتشاتك وخلي اللعيبه تخش فورمه الماتشات عشان اقدر استعين بيهم، واللي جاي لك من بره انت مش عارف هيبقى مجهد حجم الماتشات اللي هلعبها قد ايه في الوقت ده كله، الاجواء اللي لا قدر الله اي اصابات الحاجات دي كلها. فانت لازم تكون مجهز التيم البديل، وانت عندك عناصر نجوم، مش احنا بنتكلم على لعيبه صف تاني، لا وصف بالظبط، النجوم موجوده وتقدر تضيف اتنين تلاته لعيبه من سن صغير تحاول تديهم الفرصه دلوقتي. تمام. وانت لو ما خدوش الولاد الصغيرين فرصتهم زي ما احنا طلع واحد واثنين، وانا لعبت ماتش صفاقسي بتاع صفاقسي تونس 83، انا ما لعبتش، لعبت ليه؟ عشان كان الغزال كان موقوف، كابتن ابراهيم الله يرحمه ابراهيم يوسف رحمه الله عليه، يعني انت فاهم؟ فما كانش موجود، فاستعانوا بيا فرصه وخلاص، اخدت اول فرصتي فثبت وجودي، فاخدت خلاص ركبت. يعني انا من ساعه ما لعبت الماتش ده بقيت كل الماتشات لعبها، مفيش ماتش قعدته. فهي مساله فرصه بتيجي لبعض اللعيبه، لو قدر يستغلها الشباب بتاع نادي الزمالك
ان هم برضو ينضموا مع الفريق الاول، وتدي فرصه لمجموعه اللعيبه المصابين زي حازم وعبد الشافي والناس دي تسترجعهم طبعا.